بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 100 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى ببحر العلوم للإمام الفقيه نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله، سورة غافر، قال: وهي مكية، وهي 85. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الله. جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره، وإن كان في إسناده مقال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حاميم، أو من قرأ آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي وأول حاميم المؤمن، عصم ذلك اليوم من كل سوء، عصم ذلك اليوم من كل سوء. فهذا مما ينبغي يعني المواظبة عليه، يقرأ أول شيء الآيات 3 الأولى من سورة غافر، ثم يقرأ بعد ذلك آية الكرسي، يقرأها في الصباح وفي المساء، يجد لذلك إن شاء الله خيرا عظيما. قوله تبارك وتعالى حاميم، روي عن ابن عباس قال: الحواميم كلها مكية. وهكذا روي عن محمد بن الحنفية. وقال ابن مسعود: إن حاميم ديباج القرآن. ما هو الديباج؟ الديباج هو الحرير، الحرير يعني هي من يعني من المفخم الذي نزل في القرآن، من أعظم ما أنزل في القرآن الحواميم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم. وقال قتادة: حاميم اسم من أسماء القرآن، ويقال اسم من أسماء الله تعالى، ويقال قسم، أقسم الله بحاميم، ويقال معناه قضى بما هو كائن، ويقال حاميم الأمر قدر، أي قدر وقضي وتم. طبعا نحن لا ننسى أن الصحيح المعتمد هو عدم الوقوف أو عدم الخوض في بيان معاني هذه الحروف المقطعة، وأن هذا مما استأثر الله بعلمه، ولكن لا مانع من الاطلاع على هذه الأقوال. وقال ابن كثير وحفص عن عاصم: حاميم بفتح الحاء. وقرأ أبو عمرو ونافع: بين الفتح والكسر، والباقون: بالكسر، بكسر الحاء. وكل ذلك جائز، وكل ذلك جائز في اللغة. ثم قال: تنزيل الكتاب من الله.
يعني هذا القرآن الذي يقرأه عليكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو من عند الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز في سلطانه وملكه، العليم بخلقه وأعمالهم، غافل الذنب جل جلال الله. لمن يقول لا إله إلا الله مخلصا، يستر عليه ذنوبه، وقابل التوب لمن رجع وتاب. قال العلماء غافل الذنب وقابل التوب، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبر عباده بأنه يغفر لكم ما مضى من ذنوبكم، وكذلك يقبل التوبة في المستقبل من ذنوبكم. وفي هذا يعني دفع العباد إلى باب عظيم من أبواب الرجاء في جنب الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يغتر العباد ويقع في الذنوب والآثام والمعاصي ويقول الله أخبرنا عن نفسه غافل الذنب وقابل التوب، أراد أن يبين لهم أمرا آخر فقال شديد العقاب. لمن مات على الشرك ولم يقل لا إله إلا الله ذي الطول، يعني ذي الفضل على عباده سبحانه وتعالى، يعني وكأن الباري يقول لا تحسبن بأن الله سبحانه يغفر لك ذنوبك التي مضت ويقبل توبتك في المستقبل من الأيام لحاجة له عندك، هو غني عنك بل هو المتفضل عليك سبحانه وتعالى، ذي الطول ذي الإنعام والفضل عليكم، فهو يغفر لكم ويتوب عليكم. هذا من باب الفضل والمن، ومن باب عظيم رحمته سبحانه وتعالى، ذي الطول يعني ذي الفضل على عباده. والطول في اللغة التفضل، يقال طل علي برحمتك أي تفضل. وقال مقاتل ذي الطول يعني ذي الغنى عمن لم يوحده، ثم وحد نفسه جل وعلا فقال لا إله إلا هو إليه المصير، يعني إليه مصير العباد ومرجعهم في الآخرة فيجازيهم بأعمالهم. هنا ذكر بعض المفسرين حديثا أو حادثة أو فعلا أو موقفا لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه كان رجل من أهل الشام، قالوا كان هذا الرجل كان ذا بأس، وكان يفد إلى سيدنا عمر. في يوم من الأيام فقد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هذا الرجل، فقال ما فعل فلان؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنه يواصل الشرب في الشام، يعني هو مديم على السكر وشرب الخمر في الشام. فدعا عمر وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، كان يفد إليه صاحبه، كان في معرفة بينهما، هذه المعرفة لم تنقطع بإمارة المؤمنين، على العكس هي قويت هذه المعرفة. فدعا عمر رضي الله عنه كاتبه فقال اكتب من عمر ابن الخطاب إلى فلان سلام عليكم،
أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه، لاحظوا أحبابنا ماذا فعل الفاروق رضي الله عنه، ثم قال سيدنا عمر لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم، ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب سيدنا عمر رضي الله عنه قال: غافر الذنب، يعني أول شيء هذا الرجل أقبل على هذا الكتاب، صار يقرأه وصار يردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، قد حذرني عقوبته، ووعدني أن يغفر لي ذنبي. في رواية أخرى لم يزل يردد هذه الكلمة، لم يزل يردد هذه الكلمة حتى بكى وأقلع عن معصيته بالكلية. فبلغ هذا الخبر سيدنا عمر، هذا الحال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: هكذا اصنعوا إذا رأيتم زلة من أخيكم، هكذا افعلوا عندما ترى من أخيك زلة أو خطأ، افعل هذا، أرسل له، ذكره الله عز وجل. الأمر الثاني: ادعو له بأن يقبل الله بقلبه وأن يتوب عليه. قال: هكذا اصنعوا إذا رأيتم زلة من أخيكم، ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، على خلاف ما يحصل في هذه الأيام. نجد عندما نكون جماعة، إذا ما وقع واحد منا في زلة يتبرأ منه إخوانه، بل يصبح هذا الذي وقعت منه زلة يعني محط غيبتهم وسخريتهم إلى آخره. ليس هذا من الدين، وليس هذا من أخلاق المسلمين أبدا. أخلاق المسلمين ما فعله الفاروق رضي الله تعالى عنه مع هذا الذي كان يفد إليه فانقطع عنه. ففي هذا تعليم لنا أحبابنا، أن يسأل المسلم عن إخوانه وأصدقائه الذين كانوا معه وكان يراهم وانقطعت الآن أخبارهم عنهم، ماذا فعلوا، أين هم، ويدعو لهم. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بحسن الاتباع. آمين آمين. الله. ثم قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. قوله عز وجل: ما يجادل في آيات الله، يعني ما يخاصم في آيات الله بالتكذيب، إلا الذين كفروا. يعني لاحظوا أحبابنا، يأتي إنسان ويقول لك: الإسلام قد ظلم المرأة لأنه أمرها بالحجاب. لا تلتفت إلى كلامه، هذا الإنسان هذا موقعه. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، لا يكذب القرآن إلا الكافرين، إلا الكافرون. لو كان مؤمنا، تعال أول شيء قبل أن تناقشني بالحجاب، وأن تناقشني بالميراث، وأن تناقشني بكذا وكذا من الأحكام الواردة في القرآن، تعال لأتفق أنا وأنت على بداية. هل تؤمن أنت
بمنزل هذا الكتاب أو لا تؤمن به. هذه البداية تكون، هذه هي البداية. الذي يؤمن بمنزل هذا الكتاب لا يعترض على ما فيه بل يسلم، هذا هو الإيمان. قال ما يجادل في آيات الله، يعني ما يخاصم في آيات الله بالتكذيب. لذلك لا تتعب نفسك تناقش بعض الجهلة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل في بعض الأحكام التي عقولهم أو لا أقول العقول تقبلها، لو كانت عقولهم سليمة لقبلتها. ما في تعارض أبدا بين ما أنزل الله من الأحكام في القرآن وبين العقول السليمة، ولكن العقول السقيمة، العقول المقيدة بالشهوات والملذات والأهواء والأنانية، هذه العقول لقد ترفض كثير من الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم. قال ما يخاصم في آيات الله بالتكذيب إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني ذهابهم ومجيئهم في أسفارهم وتجارتهم، فإنهم ليسوا على شيء من الدين. لذلك عبد الله بن مسعود لما قال إن الله يعطي الدنيا من أحب من يحب ومن لا يحب، تقلب بعض الأشخاص بالدنيا هذا ليس علامة أن الله يحبه وأنه مصطفى عند الله أبدا. هذه الدنيا أمر زائل، انظر إلى حاله مع الله، إلى استقامته، هل يصلي الفجر في وقته، هل يقرأ القرآن، هل لسانه منضبط لا غيبة ولا نميمة، هل عينه منضبطة لا ينظر بها إلى ما حرم الله إلى غير ذلك. إذا كان منضبطا فهو العبد المصطفى المختار، أما إذا كان غير منضبط لو ملك الدنيا كلها هذا مطرود، هذا محروم. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وقال مقاتل تقلبهم يعني ما هم فيه من السعة من الرزق وفي الرزق. ثم خوفهم ليحذروا فقال عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وفي هذا تسلية وتعزية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله لست أول من كذبه قومه، بل هناك أنبياء قد سبقوك أرسلتهم إلى أممهم فتعرضوا للتكذيب وللضرب وللإهانة وللتهجير. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني الأمم من بعد قوم نوح. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يعني أرادوا أن يقتلوه. وقتلت بنو إسرائيل أنبياء لا حصر لها، وجادلوا بالباطل يعني بالشرك ليدحضوا به بالشرك الحق، يعني ليبطلوا به دين الحق وهو دين الإسلام والذي جاء به الرسل. فأخذتهم أي عاقبتهم، فكيف كان عقاب، يعني كيف رأيت عذابي لهم، أليس قد وجدوه حقا. قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك، يعني سبقت ووجبت كلمة ربك على الذين كفروا بالعذاب. الذين كفروا في أي زمان وفي أي مكان وماتوا على كفرهم أو أصروا على كفرهم وعلم الله عز وجل عدم إيمانهم حقت عليهم كلمة العذاب في الدنيا والآخرة.
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، يعني يصيرون إليها. قرأ نافع وابن عامر كلمات ربك بلفظ الجماعة، والباقون كلمة ربك بلفظ الواحد، وهي عبارة عن الجنس، كلمة عبارة عن الجنس، والجنس يقع على الواحد وعلى الجماعة. وقرئ في الشاذ إنهم بالكسر على معنى الابتداء، وقراءة العامة بالنصب على معنى البناء. قوله عز وجل الذين يحملون العرش وهم الملائكة ومن حوله من المقربين، من الملائكة يعني المقربين، يسبحون بحمد ربهم، يعني يسبحون الله تعالى ويحمدونه. لاحظوا أحبابنا، عبادة الملائكة التسبيح، ومنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم الرؤوف الرحيم المعصوم عليه الصلاة والسلام، أمره بأن يسبحه آناء الليل وأطراف النهار، وأن يسبحه قبل طلوع الشمس، وأن يسبحه أيضا قبل غروب الشمس. فالتسبيح من أعظم العبادات، ومن أعظم الوظائف، ومن أعظم الأذكار التي يغفل عنها كثيرون، كثير من الناس. من واظب على التسبيح فتحت له المغاليق، وفتح له أبواب التوفيق. لذلك من لاحظ، لاحظوا أحبابنا، ومن أعظم الأبواب التي تفتح لمن يسبح الله عز وجل باب المحبوبية. باب المحبوبية، كيف؟ تأمل قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. القيد الأول خفيفتان، يعني سهلتان لا مشقة فيهما. أنا الآن هل أجد مشقة في الكلام؟ وفي معي طبعا هنا ألم في الحنجرة، ولكن لساني يتحرك بسهولة. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، إيه حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ماذا يعني؟ لاحظوا أحبابنا، انظر لهذا الترغيب العظيم من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أول شيء تثقيل الموازين بهذه الكلمات. تريد أن تكون موازينك يوم القيامة ثقيلة؟ أكثر من هاتين الكلمتين، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. الأمر الثاني حبيبتان إلى الرحمن. قال الشراح حبيبتان إلى الرحمن، يعني الذاكر بهما محبوب إلى الرحمن، الذاكر بهما محبوب إلى الرحمن. فإذا أردت أن يحبك الله أدم ذكره، لا سيما بهذه التسبيحات، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. الذي قادنا لهذا الكلام إيش؟ يسبحون بحمد ربهم، هذه عبادة الملائكة. ويؤمنون به، أي يصدقون بالله، ويستغفرون للذين آمنوا. الله، انظر من عبادتهم. لذلك أحبابنا، لذلك الذي يقول في دعائه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، هذا ماذا يفعل؟ هذا يلحق نفسه بصفوف الملائكة، حيث يأتي بعبادة خاصة من عبادات الملائكة، وهي الاستغفار للمؤمنين. لذلك لأولئك الذين يستغفرون للمؤمنين أعد الله لهم ثوابا عظيما، أجر عظيم. قالوا يستغفرون للذين آمنوا، يعني المؤمنين. وفي الآية دليل فضل المؤمنين وبيانه أن الملائكة مشتغلون بالدعاء لهم. ثم وصف دعاءهم للمؤمنين وهو قوله
الآن ما هي دعاء الملائكة للمؤمنين؟ يقولون يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني يا ربنا رحمتك واسعة وعلمك محيط بكل شيء. ويقال معناه ملأت كل شيء نعمة وعلما على ما فيها من الخلق. روى قتادة عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير قال وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، لأنهم يدعون للمؤمنين، ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين. وروى الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله بن مسعود يقول الملائكة خير للمسلمين من ابن الكواء، فالملائكة يستغفرون لمن في الأرض، وابن الكواء يشهد عليهم بالكفر. وكان ابن الكواء رجلا خارجيا يكفر المسلمين. قوله تعالى فاغفر للذين تابوا، هذا كذلك من دعاء الملائكة، يعني تجاوز عنهم، يعني الذين رجعوا عن الشرك واتبعوا سبيلك يعني دين الإسلام، وقهم عذاب الجحيم يعني ادفع عنهم في الآخرة عذاب النار. ثم قال ربنا، يعني ويقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم على لسان رسلك، يعني رسلك. قال ومن صلح، أي من وحد الله تعالى من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وأدخلهم معهم الجنة أيضا، إنك أنت العزيز في ملكك الحكيم في أمرك. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وسأل عن ابنه وسأل كذلك عن أخيه أين هم، فيقال له إنهم لم يبلغوا منزلتك التي وصلت إليها بسبب العمل، فيقول يا رب إني عملت لي ولهم، يا رب إني عملت لي ولهم. قال فيلحقون به في الدرجة. ثم قرأ رحمه الله وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، أي ادفع عنهم العذاب في الآخرة. ومن تق السيئات يومئذ، يعني من دفعت العذاب عنه فقد رحمته. قال مقاتل السيئات يعني الشرك في الدنيا، فقد رحمته في الآخرة، وذلك هو الفوز العظيم، يعني النجاة الوافرة. قوله تعالى إن الذين كفروا ينادون، قال مقاتل والكلبي لما عاين الكفار النار ودخلوها مقتوا أنفسهم، أي لاموا أنفسهم وغضبوا عليها، فقال لهم الخزنة، خزنة جهنم، لمقت الله أكبر من مقتكم، يعني غضب الله عليكم وسخطه عليكم أكبر من مقتكم أنفسكم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أي تجحدون وتثبتون على الكفر. قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين، يعني كنا أمواتا نطفا فأحييتنا ثم أمتنا عند آجالنا،
هذه إيش؟ الموتتان. ثم أحييتنا اليوم، وذكر عن القتب نحو هذا. وقال بعضهم إحدى الإماتتين يوم الميثاق حين صيروا بعد أن خلقهم الله عز وجل، صيروا إلى صلب آدم، والأخرى في الدنيا عند انقضاء الأجل، وإحدى الإحيائين في بطن الأمهات، والأخرى في القبر. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فاعترفنا بذنوبنا، يعني أقررنا الآن يوم القيامة، أقررنا بشركنا، وظهر لنا أن البعث حق، فهل إلى خروج من سبيل؟ يعني فهل سبيل، هناك طريقة ما إلى الخروج من النار؟ ويقال فهل من حيلة إلى الرجوع إلى الدنيا كي نعمل فنخلص وننتهي من هذا العذاب الذي نحن فيه؟ ثم قال الله عز وجل ذلكم، يعني يقال لهم ذلك الخلود، بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، يعني هذا الخلود لكم في نار جهنم. ما هو سببه؟ سببه أنه كان في الدنيا إذا دعي الله، إذا دعيتم إلى التوحيد كفرتم، كان إذا ذكر الله بين أيديكم اشمأزت قلوبكم، بأنه إذا دعي الله وحده، يعني إذا قيل لكم لا إله إلا الله كفرتم، يعني جحدتم وأقمتم على الكفر، وإن يشرك به تؤمنوا، يعني إذا دعيتم إلى الشرك وعبادة الأوثان تصدقوا. فالحكم لله العلي الكبير، يعني القضاء فيكم لله العلي الكبير، يعني الرفيع فوق خلقه، القاهرة لخلقه جل جلاله، الكبير بالقدرة والمنزلة. ثم قال الله عز وجل هو الذي يريكم آياته، يعني عجائبه ودلائله، الدلائل التي تدل على وجوده سبحانه من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار. وذلك أنه لما ذكر ما يصيبهم يوم القيامة عظم نفسه سبحانه وتعالى، ثم ذكر لأهل مكة من الدلائل ليؤمنوا به، فقال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، يعني المطر، ويقال الملائكة، ينزل لكم الملائكة لتدبير الرزق، وما يتذكر إلا من ينيب، يعني ما يتعظ، لا يتعظ بالقرآن إلا من يقبل إليه بالطاعة، يعني أنت لا تنتفع بالقرآن إلا إذا أقبلت على القرآن وأنت تريد العمل بالقرآن، تريد أن تنتفع بالقرآن، فإذا لم تقرأ القرآن لتعمل به ولتنتفع به لن تنتفع بالقرآن. ويقال وما يتذكر، فيوحد الرب إلا من يرجع إليه، إلى الله، فادعوا الله مخلصين له الدين، يعني اعبدوه بالإخلاص، ولو كره الكافرون، يعني وإن شق ذلك على المشركين والكافرين. قوله عز وجل رفيع الدرجات جل جلال الله، يعني الله رافع وخالق السماوات، مطبقا بعضها فوق بعض. ويقال رفيع الدرجات، قال هو رافع الدرجات في الدنيا بالمنازل، وفي الآخرة الجنة ذو الدرجات، ذو العرش
يعني رافع العرش، ويقال خالق العرش، وهو رب العرش سبحانه وتعالى. يلقي الروح من أمره، يعني ينزل جبريل بالوحي. الله، على من يشاء من عباده، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لينذر يوم التلاقي، يعني ليخوف بالقرآن. وقرأ الحسن لتنذر بالتاء على معنى المخاطبة، يعني لتنذر يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقراءة العامة بالياء لينذر الله تعالى، ويقال لينذر من أنزل عليه الوحي يوم التلاقي. قرأ ابن كثير يوم التلاقي بالياء، وهي إحدى الروايتين عن نافع، والباقون بغير ياء. فمن قرأ بالياء فهو الأصل التلاقي، ومن قرأ بغير الياء فلأن الكسر يدل عليه على حرف الياء. وقال في رواية الكلبي يوم التلاقي، يوم يلتقي أهل السماوات وأهل الأرض، ويقال يوم يلتقي الخصم والمخصوم، تلتقي الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم يوم القيامة. يسأل الله لنا ولكم العافية. يوم هم بارزون، يعني ظاهرين خارجين من قبورهم، لا يخفى على الله منهم شيء، يعني من أعمال أهل السماوات والأرض. لمن الملك اليوم؟ متى يقول الباري عز وجل هذه الكلمة لمن الملك اليوم؟ العلماء في ذلك قولان. القول الأول، قال بعضهم هذا بين النفختين، يقول الرب تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيقول لنفسه جل وعلا لله الواحد القهار. هذا القول الأول. القول الثاني، قال بعضهم إن ذلك لأهل الجمع يوم القيامة، يعني كل الناس موجودون، كلهم موجودون، يقول لمن الملك اليوم، فأقر الخلائق كلهم وقالوا لله الواحد القهار. ونحفظ نحن الحديث الذي جاء فيه بما معناه، بأن الله عز وجل يطوي السماوات والأرض بيده، ثم يقول أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لا يوجد أحد، لا يجيب. فيجيب الباري نفسه فيقول الملك لله الواحد القهار جل جلال الله. ثم قال الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. نقف هنا أحبابنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا، واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.